السلام عليكم تحديث One اي بدا يوصل لموبايلات سامسونج فخليني في الفيديو ده اخد لكم جوله مفصله عن كل التغييرات والتحديثات والمميزات الجديده اللي موجوده في الوان يو اي 6 وحابب افكرك انك كنت عامل فيديو تفصيلي عن الوان يو اي يعني لو انت عاوز تعرف كل حاجه وكل خبايا الواجهه دي هتلاقيها في الفيديو ده لك تحت في الوصف يلا بينا نبدا الفيديو الحاجات الجديده اللي اتضافت في الوان يو اي 6 ان انت لما تيجي تعدل في شاشه القفل تقدر ان انت تغير مكان الساعه تحطه في اي مكان انت عاوزه تقدر تحركها بشكل حر تماما وزي ما انت شايف طول ما انت بتحرك فكل حاجه بتتنقل معاها يمين او شمال لما تفتح بقى الشاشه الرئيسيه ففي حاجتين في الشاشه الرئيسيه تلاحظوا اولا ان تسميات التطبيقات بقت في صف واحد فمثلا جيمنج هاب ده كان زمان جيمنج وبعد كده تحت هاب لا كله بقى في صف واحد ده غير ان التطبيقات اللي تبع سامسونج كلها اختصروها في كلمه واحده يعني ستور ده زمان كان بيبقى اسمه جالاكسي ستور سامسونج ويربل بقت ويرويل بس كان فيها سامسونج هيلث بقت هيلث بس الحاجه الثانيه اللي اتضافت برده فكره ان انت لما تيجي تنقل تطبيق مثلا تمسكه كده فبدل ما تقعد تشد شاشه بشاشه ومش عارف ايه انت ممكن تنقله دلوقتي بصبعين يعني. انت هتجيب التطبيق كده وتتحرك بالصبع الثاني من اكتر بقى الحاجات اللي اتغيرت في الوان يو اي 6 هي التنبيهات وشريط التنبيهات مبدئيا شكل التنبيهات اصلا اتغير وبقى كل تنبيه في مربع لوحده كده ده غير امكانيه ان انت ترتب التنبيهات بشكلين مختلفين فاما حسب الاولويه يعني بيتعرف بقى انت اني تطبيق بتوصل له اكتر فيتحط لك التنمية بتاعته فوق او حسب الوقت هو وصل امتى فيتحط لك على طول اما الحاجه التانية اللي اتغيرت فانت لما تيجي تفتح مقطع في الخلفيه المشغل اللي موجود هنا الصوره بقت تظهر بشكل كامل على المشغل بدل ما كانت بتظهر في مربع صغير ودي هتلاقيها هنا وهتلاقيها برده في شاشه القفل شريط التحكم بالسطوع ده بقى يظهر هنا بشكل تلقائي قبل كده ما كانش بيظهر كان ممكن انت تظهره او ما تظهروش دلوقتي بقى هو بشكل ثابت او افتراضي بيظهر بالاعلى الحاجه بقى الجديده كليا هي الاختصارات السريعه شكلها اتغير تماما وبقى شكله مختلف اصلا عن الشكل الطبيعي بتاع ال1 يو اي، فكره ال1 يو اي اصلا ان انت كنت تنزل كل المحتوى تحت عشان توصله بايد واحده فدلوقتي لا ما بقاش نازل بقى الحتتين دول ثابتين فوق كده بلوتوث وواي فاي دول ثابتين ما تقدرش تغيرهم فوق تقدر انت بس تغير الحاجات اللي موجوده هنا زي العادي بتاعنا يعني من الحاجات الجديده برضو اللي اتضافت فكره ان انت ممكن ان انت تخليه زي الايفون كده اللي هو الوصول الفوري يعني ايه الوصول الفوري انت لو فعلتها كده لما تيجي تسحب الناحيه دي على طول توصل للإختصارات تيجي تسحب من الناحيه تانية توصل للتنبيهات من الحاجات الجديده اللي اتضافت في الوان يو اي 6 برضه هي يعني فكره ان انت لما تكون فاتح تطبيق مثلا افترض ان انت فاتح فيسبوك وعملته شاشه مصغره وبعد كده رحت على تعدد المهام اخترت مثلا تطبيق تاني فهتلاقي انه التطبيق لسه موجود هنا وهتلاقيه برضه ظاهر في تعدد المهام ومن الحاجات الجديده هي ان تم تغيير الايموجيز او الوجوه التعبيريه تم تغيير تصميمها يعني بشكل كامل فبقى شكلها مختلف عن قبل كده طبعا ده غير التغيير في الخط يعني انا ما لاحظتوش قوي بس هو بيقول إن هو في تغيير في الخط ان هو بقى احسن وكده دلوقتي بقيت لما تيجي تشارك صوره من اي مكان يعني مثلا نيجي نشارك كده صوره الصوره بقت تظهر دايما هنا عشان نعرف احنا بنبعت بن... ايه بالظبط تطبيق الكاميرا هو كمان في ون يو اي 6 حصل على تحديثات كتير اولها ان التصميم متغير شويه وبقى شكله الطف شويه ولكن الميزه الاهم هي فكره ان انت بقيت تقدر توصل على طول لتغيير الريزولوشن او جوده الصوره من هنا كمان لو انت في الفيديو فضلت تغير جوده الفيديو سريعا من هنا دي ما كانتش موجوده قبل كده كان تخش جوه الاعدادات من الحاجات اللطيفه اللي اتضافت هي فكره ان انت بقى عندك دلوقتي امكانيه لتغيير المعالجه بمعنى ان انت لو عاوز الكاميرا تلتقط الصور بسرعه كبيره جدا فانت هتخليها على الدنيا دي فالموبايل ما يعملش اوبتمايزيشن او تعديل او يعالج الصور كتير بس بياخد الصور بسرعه لكن لو انت عاوز تطلع احسن صور والذكاء الاصطناعي بقى يعالج الصور براحته فبتخليها القصوى لكن بياخد وقت شويه عشان يعدل الصوره ويعالجها ده غير ان مسح المستندات ده لو انت لما تيجي تمسك الكاميرا او الموبايل بتاعك وتوجهه على مستند يتعرف على المستند ده ويمسحه بقى منفصل عن السين اوبتمايزر او محسن المشهد فتقدر دلوقتي تقفل الذكاء الصناعي لكن لسه تخلي مسح المستندات ده موجود من الحاجات اللي اتضافت برده هي علامه مائيه بقى فيها امكانيات تخصيص اكتر وانت تحط مكانها بشكل اللي انت عاوزه اكتر أما فبرضو فبرضه حصل له على شويه تحديثات فمثلا لما تيجي تشوف هنا البيانات بتاعت الصوره دي بقى يقترح لك هنا التعديلات السريعه اللي انت ممكن تعملها زي مثلا ميزه تحسين الجوده وبقى تقدر دلوقتي انت لما تيجي تاخد حاجه من الصوره زي كده على طول تحفظ الصوره او ان انت تخليها ملصق او ستيكر ده غير ان ميزه القصص دي بقى شكلها الطف ده غير ان بقى في نفس الميزه ان انت تسحب بصبعين مع بعض ده غير بعض التحسينات في ميزه تعديل الصور من الحاجات اللي اتضافت جديده في ال آي 6 هي تطبيق جديد اسمه استوديو وده محرر فيديو هتقدر تعمل عليه فيديو اديتنج تقدر انت تبدا مشروع جديد وتحدد الملفات بتاعتك وتبتدي تعدل على الفيديو بتاعك تقطع منه تضيف عليه استيكرات ومؤثرات او تضيف عليه كلام وتظبط ابعاد الفيديو وفي الاخر تقدر ان انت تحفظ الفيديو او زي ما بيقولوا كده تاكسبورت الفيديو او ترندر الفيديو تطبيق طقس بقى ليه تطبيق مصغر او ويدجت جديد بيعرض لك حاجات اكتر ده غير تطبيق الكاميرا هو كمان بقى ليه ويدجت جديد تقدر ان انت تاخد صور منه ده غير بعض التحسينات في تطبيق الطقس نفسه بيعرض لك يعني بيانات اكتر ورسومات توضيحيه والكلام ده اما تطبيق سامسونج هيلث او الصحه للناس اللي مهتمه بالصحه فبرضه شكله اتغير وبقى واجهته الطف واحسن طبعا حصلت شويه تحديثات في تطبيق التقويم وتطبيق التذكير لكن دي حاجات انا ما بستخدمهاش فمش هتكلم عنها لكن التحديث اللي حصل لمتصفح سامسونج هو ان انت دلوقتي بقيت تقدر ان انت تفتح الفيديوهات وتشغلها في الخلفيه وتشتغل معاك صوت بس في الخلفيه طبعا حصلت برضو شويه تحسينات بسيطه في التطبيق من المميزات الجديده ان انت لما تيجي تاخد سكرين شوت بتقدر ان انت تستخرج النص مباشره من السكرين شوت بدل ما كنت قبل كده بتحفظ الصوره الاول وتروح للمعرض وبعد كده تستخرج النص من المعرض. من الحاجات الجديده اللي اتضافت في الاوضاع والروتينات اولا فكره ان انت بقيت تقدر تغير او تعمل لوك سكرين او شاشه قفل لكل نمط او وضع عندك يعني في لوك سكرين محدده للنوم، في شاشه قفل للقياده، في شاشه قفل للعمل تقدر تحددها. ده غير بقى أنا سامسونج اضافت شويه اجراءات وظروف جديده يعني حاجات لما مثلا تكون مشغل وسائط على تطبيق معين تقدر تعمل كذا فدي حاجه جديده اتضافت والحاجات اللي انت تقدر تعملها كمان اتضافت زي مثلا انت تقدر تغير اعدادات لوحه المفاتيح في تطبيقات معينه تفتح تطبيق معين اعدادات لوحه المفاتيح تتغير بالشكل الفلاني من الحاجات الجديده برضو ان حتى جوه البحث تقدر انت تدوس ضغطه مطوله على التطبيق وتوصل للاختصارات السريعه اما في تطبيق ملفاتي فبقى عندنا سله محذوفات مشتركه مع المعرض ومع مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتيه بقت كلها مشتركه مع بعضها ده غير ان انت تقدر تنقل الملفات دلوقتي بايدين زي اللي موجوده في الشاشه الرئيسيه ده غير انت لما تفتح اداره مكان التخزين او الاستورج بقى يجي لك اقتراحات تمسح ايه عشان يفضي لك مساحه اما تطبيق سامسونج باس بقى يدعم ميزه مفاتيح المرور او باس كيز ودي حاجه هنعمل لها فيديو مخصص ومن الحاجات اللي حسنت في الاعدادات ان دلوقتي وضع الطيران بقى ذكي بمعنى ان انت لو فعلت وضع الطيران مثلا وكنت مفعل بلوتوث او مفعل واي فاي فالموبايل هيحفظ دلوقتي ان انت لما بتفعل وضع الطيران بتفعل مع البلوتوث مش هيقفل لك كل حاجه ده غير اضافه تطبيق جديد اسمه اوتو بلوكر بيمنع اي تطبيقات غير معروفه انها تتثبت وكمان بيمنع ان في اي برمجيات تتثبت على موبايلك من خلال يو ده غير ان حصل تعديل في شكل الاعدادات واحصائيات البطاريه وكمان تعديل في شكل الحاله الرقميه بقت تصميمها احسن شويه من الحاجات الملحوظه في الوان يو اي اول ما فتحته هو ان انا حاسس ان بقى فيه animations او او تاثيرات شكلها احسن وانعم يعني طريقه فتح التطبيقات بقت شكلها الطف طريقه اللي بينزل بيها او بتخرج بيها الاعدادات شكلها الطف زي ما انتم شايفين برضو ودي كانت كل حاجه جديده في الـ One يو i 6 لو عجبك الفيديو ما اللايك سلام